أسعدتم أوقاتنا مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم مدار الأسبوع، حلقة جديدة لأبرز المواضيع السياسية والبرلمانية والثقافية. وإلى أبرزها: الجالية اليهودية الإثيوبية تفجر غضبها في شوارع إسرائيل رفضا لقتل الشرطة شابا إثيوبيا، غضب بسبب سياسات ماضية وحاضرة في التعامل مع الأقليات ذوي البشرة السمراء. ترامب أول رئيس أمريكي يخطو بأقدامه المنطقة الكورية المنزوعة السلاح. ترامب وكيم يتفقان على ضرورة استمرار الحوار، فما هي تداعيات حل الأزمة الكورية على الملف الإيراني المعقد بالنسبة لواشنطن؟ وفي المدار البرلماني، عمير بيرتس يفوز برئاسة حزب العمل في الانتخابات التمهيدية للحزب المؤسس لإسرائيل، وليبرمان يواصل انتقاداته للمتدينين ويهاجم التيار القومي الديني. وفي المدار الثقافي، فيلم الآنسة زكي داخل المستوطنة يروي مجريات أحداث قديمة في محيط مستوطنات بالضفة الغربية، فيلم إسرائيلي بريطاني للمخرجة إيريز زكي. وفي شخصية الأسبوع، بعد أنباء هروبها لدولة أوروبية، الأميرة هيا بنت الحسين امرأة من البلاط الأردني الملكي تزوجت حاكم دبي وتعتبر شخصية مقربة من شقيقها الملك عبد الله الثاني. ليست وليدة اليوم الأزمة التي نشبت عن مقتل شاب إثيوبي في إسرائيل، فالغضب الإثيوبي الذي انفجر في وجه إسرائيل وشوارعها الرئيسة يعود إلى سنوات ماضية تعاني منها الجالية الإثيوبية اليهودية سياسات عنصرية كما تقول. فموضوع الهجرة الإثيوبية والإفريقية والشرقية لطالما شكل خلافا كبيرا في سنوات السبعينيات والثمانينيات عندما بدأت الهجرة الإثيوبية اليهودية إلى إسرائيل. فمن هم هذه الجالية ولماذا يغضبون على سياسات الحكومة الإسرائيلية؟ دولة لكل مواطنيها ومجتمع ينصهر فيه كل المواطنين هي إسرائيل، كما زعم مؤسسها دافيد بن غوريون، إلا أن الواقع مختلف تماما عن الأقوال. فالاحتجاجات التي خرج بها الأثيوبيين اليهود في الشوارع الإسرائيلية تعكس حالة اليهود الشرقيين في دولة يشكل فيها الأصل العرقي المعيار الأعلى للمواطنة. فلسنوات طويلة لم تقتنع إسرائيل بضرورة جلبهم إلى إسرائيل، حتى سنحت لهم الفرصة خلال حكم الرئيس السوداني جعفر النميري، وذلك لإدعاء المؤسسة الدينية الإسرائيلية من عدم التأكد من يهودية هؤلاء، الأمر الذي أبقى على عشرات الآلاف من يهود الفلاشة حتى يومنا هذا في موطنهم الأصلي، وقد اعترف بهم كيهود من قبل السلطات الدينية الإسرائيلية ليس منذ زمن بعيد. ويشكل الأثيوبيون في إسرائيل ما يقارب 140,000، وما يفوق 20,000 منهم ولدوا في إسرائيل. فاليهود الشرقيين القادمون من الدول العربية أو شمال إفريقيا يعيشون في فجوة اقتصادية اجتماعية وسياسية على خلاف اليهود الغربيين الأشكناز القادمين من الدول الأوروبية، فهم يواجهون العنصرية ليس فقط من قبل الجماعات الأشكنازية، وإنما أيضا عنصرية ممنهجة من قبل مؤسسات الدولة من خلال سياسة إقصائية جعلت الكثير منهم يعتمدون على الأحياء والمساكن الشعبية التي وفرتها لهم الدولة الإسرائيلية، حيث أن هذه المساكن تعد منعزلة عن باقي المجتمع اليهودي الأشكنازي ويملأها الفقر والعنف. أما على مستوى التعليم والدخل، تمارس عليهم سياسة التمييز السلبي مقابل اليهود الغربيين، فقد أرسل أبناء اليهود الأثيوبيين إلى المدارس المهنية والدينية، بينما أبناء اليهود الغربيين يتعلمون في المدارس النظرية التي تعطيهم الإمكانية للتأهيل الجامعي التي ترفع مستواهم المعيشي. يعتبر اليهود الأثيوبيون أنفسهم من الدرجة الثانية في الدولة الإسرائيلية، ومن عوامل سياسة التمييز هي نسبة البطالة المتزايدة في مجتمعاتهم المنعزلة، فقد بلغت نسبتها عام 2015 بمدينة يورحام في النقب حوالي 13%، مقارنة بمدينة تل أبيب التي تقطنها الأكثرية من اليهود الغربيين التي بلغت فيها قرابة 3.5%، أي أقل بأربعة أضعاف. ورغم العنصرية المستمرة والتهميش الذي يعانونه، إلا أنه تم استغلال وضعهم هذا في العملية الانتخابية من قبل قوى اليمين بهدف كسب أصواتهم من أجل دعم قوائمهم. فالجامع بين اليهود الشرقيين واليمين في إسرائيل لا يقوم على التقارب الأيديولوجي، وإنما هو الحل الذي رأى به الشرقيون الأنسب لمواجهة العنصرية. حول ذلك تنضم إلينا في الاستوديو دكتور تساغو ميلكو الإعلامية والناشطة الإثيوبية، مرحبا بك دكتور ميلكو، وأيضا السيدة ناتالي باروخ المديرة العامة للحركة الديمقراطية الشرقية، مرحبا بك دكتور تساغو. دعني أبدأ معك، لماذا برأيك وصلت الأمور إذا إلى هذا الحد؟ الجالية اليهودية الإثيوبية تفجر غضبها في شوارع إسرائيل، السبب والمسبب هو مقتل شاب إثيوبي، ولكن كله يتعلق بما وصف على أنه سياسات عنصرية تجاه الجالية اليهودية الإثيوبية.
التظاهرات التي رأيناها هي نتيجة تراكم لسياسات التمييز والعنصرية وأكثر من ذلك معاناة هذه الجالية على مدار 30 عاما وأكثر. أنتم في تقريركم أشرتم كيف أن دولة إسرائيل لم تكن ترغب بجلبنا إلى هنا. نحن على مدار آلاف السنوات حفظنا على يهوديتنا. السبب الذي لم يريدون جلبنا إلى إسرائيل كان لون بشرتنا، ولكن منذ وصولنا نحن نعاني من تمييز مؤسس. المؤسسة هي التي قررت أين سنسكن وأين سنتعلم ومع من سنتزوج ومن سيقوم بتزويجنا. سأعطيك نموذج. أنا قدمت إلى إسرائيل في سن 16 وبعد 8 أعوام تجوزت. أنا توقعت كأنني كمهاجرة جديدة ومع صعوبات اللغة أن يكون من الأسهل على أطفالي الانصهار في المجتمع الإسرائيلي، ولكن تفاجأت أن أبنائي لم يتم قبولهم في المجتمع الإسرائيلي. هذا الجيل الجديد الذي خرج إلى التظاهر هو يتظاهر ضد سياسات المؤسسة، ضد عنف الشرطة، وهذه ظواهر تتكرر بين الحين والآخر. هذا الجيل الذي يتظاهر يقول نحن ولدنا هنا، لم نعرف اللغة الأصيلة، نحن نعرف اللغة العبرية ولكننا لا نتمتع بأي حقوق، نحن نعطي الواجبات، نخدم في الجيش ولكننا لا نحصل على الحقوق. بالإضافة إلى مسألة الهوية، هذا الجيل يقول نحن لسنا شبان لطفاء كما كان أهلنا، نحن لن نقبل باستمرار هذه السياسة. لذلك مقتل الشاب الإثيوبي سلومون توكا ابن 18، هذه حادثة تتكرر قبل نصف عاما، شاب إثيوبي قتل من قبل الشرطة في مدينة باتيام الساحلية. هناك عنف شرطي. أنا لا أقول أن كافة 30,000 شرطي في إسرائيل هم عنصريون، ولكن داخل الشرطة هناك عنصريون وهناك رجال عنيفون، والمؤسسة تتآمر معهم. من يجب أن يحقق في قتل الفتى ويحقق مع رجال الشرطة هي جهاز يتبع للشرطة. وإلى متى؟ على مدار 30 عاما 40 عاما أنا لم أتوقع أن أبنائي سيضطروا للخروج للتظاهر. أنا تظاهرت عام 96 حينما لم يقبلوا مني أن أتبرع بالدم، ولكن عند ولادة أطفالي اعتقدت أن الأمور ستكون أفضل. فاستمرار التظاهرات أتساءل هل أحفادي سيتظاهروا أيضا ضد العنصرية؟ سيدنا لا نتحدث في هذا المدار عن المسبب لهذا الحدث المقتل أو ما حدث قبل نصف عام عندما ضرب الشاب الأثيوبي الذي يخدم في الجيش. نتحدث عن الغضب داخل هذه الجالية طيلة السنوات الماضية. الخلاف ليس وليد اليوم، إنما منذ سنوات السبعينيات والثمانينيات عندما بدأت الجالية الأثيوبية اليهودية تقدم إلى إسرائيل، وهم يعانون فيما يتعلق بقضايا عديدة، حتى التبرع بالدم في الجيش الإسرائيلي يرفض، حتى قضايا عديدة وقبولهم في المجتمع الإسرائيلي. برأيك لماذا هذه السياسة حتى في السنوات الماضية ما قبل الألفية الجديدة؟ هذه السياسة بدأت في سنوات الخمسين حين بدأت الهجرة من الدول الشرق أوسطية ومن شمال أفريقيا تجاه من تسمى اليوم اليهود الشرقيين. نحن نرى أن كلما يكون هناك هجرة للشرقيين نظروا إليهم فقط كقوة عاملة وأن لا يكون جزء أساسيا من الدولة والمشهد العام في الدولة. هذا هو المنظور أيضا بالنسبة للمهاجرين الإثيوبيين. هذا يبدأ في سياسات المؤسسة الحاكمة. لم تتعلم من تجربة العام 50 و60 حينما ألقوا باليهود الشرقيين إلى بلدات التطوير وبلدات الضائقة وأضافوا ضائقة على ضائقة. أيضا المهاجرين الإثيوبيين تم الإلقاء بهم
الأيام في الأحياء الضعيفة وعانوا من تمييز في الميزانيات وجهاز التعليم الذي أرسلوا إليه كان ضعيفا وفقط في جهاز التعليم المتدين والحاخامية الرئيسية في إسرائيل لم تكن تعترف أصلا بيهوديتهم. هذه سياسة موجهة تستمر لسنوات لذلك نرى هذه الأمواج من الاحتجاجات في العام 2015 والآن. إلى أي مدى إسرائيل تتعامل بشدة في موضوع الهجرة خصوصا مع الجالية الإثيوبية؟ شاهدنا في السنوات الماضية قدوم هذه الجالية بدأت بالآلاف وصلت حتى 15,000 في التسعينيات والآن وصل العدد إلى 140,000 يسكنون إسرائيل. هذا كله يأتي في خضم مضايقات تتعلق لها الجالية الإثيوبية، وهل تعتقدين بأن قضايا التشكيك بيهودية الجالية الإثيوبية وأنهم ذوي البشرة السمراء هذا هو السبب الرئيسي فيما يتعلق في التعامل معهم من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؟ أنا أمشي ما شامرأ خبرتي. أنا أستمر ما تقول زميلتي. هي مشكلة مؤسسة هناك عنصرية مؤسساتية، ولكن العنصرية تبدأ في العامل الديني. نحن على مدار ألاف السنوات وضمن عشرات ملايين المواطنين في إثيوبيا حفظنا على هويتنا اليهودية. في إثيوبيا سمينا بالفلاشة، لم نكن متسوون لأننا كنا يهود. تأتي إلى دولة اليهود وتتوقع أن تكون متساوٍ وأن يتم قبولك بأذرع مفتوحة، ولكن المؤسسة الدينية قالت أننا لسنا يهود وأن لا علاقة بين يهود وبين يهودية غرب أوروبا. وأنا أسأل من يقول أنك أنت اليهودي الغربي، أنت اليهودي، كل من يشعر أنه يهودي فهو يهودي. الأمر الثاني، هذه الجالية التي هي تتعلق بهويتها، هذا المجتمع الذي استقبلنا، هناك مهاجرين من روسيا أكثر من 300,000 بالنسبة للحاخامية لا يعتبرون أنهم يهود. هذا تمييز ممأسس ممنهج، وهناك سؤال من هو يهودي؟ إذا لم تكن يهوديا فأنت غير مرغوب بك. والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام حينما يصل الأمر إلى لون البشرة، المجتمع برمته هو مجتمع عنصري، المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عنصري، ولكن العنصرية تبدأ من المؤسسة الحاكمة. هذه العنصرية لم تبدأ اليوم في عام 2019، هذه العنصرية بدأت قبل 30 و40 عاما. دمنا تم الإلقاء به في القمامة حينما كان شيمون بيريس رئيس للحكومة. هذا لا يتعلق بحزب أو حكومة، هذا يتعلق بمبنى المنظمة والمؤسسة الحاكمة. نعم سيدة ناتالي، أعود إليك من جديد، برأيك لماذا هذا التطور فيما يتعلق بالأحداث؟ لماذا عندما تعتبر إسرائيل أو تعتبر نفسها هي دولة للشعب اليهودي لا تستقبل بمساواة جميع أطياف اليهود في العالم؟ نتحدث هنا عن عدم وجود مساواة كما تقول ما بين اليهود، سواء اليهود الأوروبيين، يهود شرقيين، ويهود حتى من الجاليات الإفريقية. وبهذه النقطة برأيك لماذا التعامل مع جاليات أخرى كالجالية الروسية، من يقدم من روسيا يقدم له الوظائف ويعامل بطريقة أخرى؟ هل هنا نعود إلى نقطة البشرة من جديد؟ نحن نعود إلى لون البشرة، ولكن أكثر من قضية لون البشرة هناك نظرة إلى اليهود المهاجرين من روسيا على أنهم بيض وأيضا أوروبيين. نحن في الحركة الشرقية الديمقراطية حاولنا أن نلتقي مع يهود إثيوبيا لنرى القاسم المشترك، لأنهم إذا ما اعتبرتم الروس كأشكناز غربيين، ربما بالنسبة للمؤسسة اليهود الإثيوبيين هم أيضا شرقيين في منظور المؤسسة، كما أن هناك قاسم مشترك مع العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. حقيقة وصول الروس إلى هنا هم كانوا يعرفون أين يتموضعوا، وحينما وصلت الهجرة الإثيوبية تم الإلقاء بجميعهم
في مناطق محددة جدا، لم يقوموا بنشر في مختلف أنحاء البلاد، لم يؤمنوا لهم التأهيل، لا تأهيل مهني ولا دراسة أكاديمية. وهذا صحيح يعود إلى لون البشرة، ولكن أمور كثيرة أخرى مثل التمييز في التعليم والتشغيل. دكتور ملكو، أختم معك، هل هي إشكالية أقليات أيضا في إسرائيل؟ نتحدث عن الأقلية العربية، نتحدث عن الجاليات الإفريقية أيضا، حتى من هم يهود ومن هم غير يهود في نهاية الأمر. بالتأكيد إذا ما نظرنا إلى الأقليات، لننظر إلى الأقلية العربية وننظر إلى اليهود المتزمتين وإلى الجالية الإثيوبية، كل هذه المجموعات تعاني من عنف الشرطة. انظر في التظاهرات لليهود المتدينين أو للتظاهرات العرب، أنت ترى عنف الشرطة، وهذا مثبت من ناحية الأبحاث والدراسات. هذا يدل على أن في المجتمع الإسرائيلي هناك تقسيم مجموعات، إذا ما لم تكون تابعا للنخبة البيضاء الحاكمة فأنت في مشكلة. أو انظر إلى الحريم، اليهود المتدينين أو إلى العرب وإلى أبناء الجالية الإثيوبية، هذه ثلاث مجموعات تعاني من الشرطة ومن السلطة. وأنا أقول أن هذا الأمر ليس مفروغ منه، هذا نتاج وصنع سياسات تسبب بها الشخصيات، هذه الشخصيات وهذه السياسات هي التي تبلور كيف تشعر كل مجموعة ومجموعة، وأن تسيطر مجموعة على المجموعة الأخرى. يمكن لنا أن نغير هذا الواقع، علينا أن نناضل، كل هذه المجموعات يجب أن تناضل سويا من أجل التغيير، وسويا لدينا قوة هائلة. وأنا أقول نحن في دولة ديمقراطية، بإمكانك أن تتظاهر وبإمكانك أن تناضل، وهذا متعلق بنا. أنا لا أتوقع من الآخرين أن يناضلوا من أجلنا، انتظرنا 40 عاما. دكتور تساغو ملكو الإعلامية والناشطة الإثيوبية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك سيدة ناتالي باروخ المديرة العامة للحركة الديمقراطية الشرقية. لأول مرة رئيس أمريكي تخطو قدماه المنطقة المنزوعة السلاح في كوريا الشمالية. إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى من جديد مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، متفقين على استمرار الحوار لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. قد يكون نجاحا ترامبيا في ملف عقد سابقا القادة الأمريكيين، ولكنه يطرح تساؤلا كبيرا عن سياسة واشنطن تجاه الملف الإيراني. فكوريا بالتهدئة والحوار هدأت الأزمة، في ملف إيران فعقوبات تلو العقوبات ومحاولة تركيع قد تنجح فيها واشنطن وقد تحمل في طياتها تصعيدا عسكريا. كوريا الشمالية وإيران وسياسة العصا والجزرة التي تتلقاها كل من الدولتين، فلإيران العصا ولكوريا الشمالية الجزرة. تفاوت في القوى بين الدولتين يجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر انفتاحا في التعامل مع الملف النووي الكوري، وأشد حدة تجاه الملف النووي الإيراني. فقد أقدم الرئيس ترامب في خطوة تاريخية من قبل رئيس أمريكي، إذ وطأ أراضي كوريا الشمالية والتقى زعيمها كيم جونغ أون. ويرى البعض أن هذا التقارب الأمريكي الكوري الشمالي نابع من القوة الباليستية والنووية التي تملكها كوريا الشمالية، والتي يحاول الرئيس الأمريكي التوصل إلى هدفه ونزعها في منطقة يتواجد فيها العديد من الجنود الأمريكان، والبدء بمسار سلام مع الزعيم الكوري كيم. على الرغم من وصف ترامب لنظيره الكوري في السابق بأنه رجل صاروخ ومجنون، ولكن المعادلات السياسية عند الرئيس ترامب الذي عرف بتقلبه تختلف، إذ يرى به اليوم قائد مهاب. أما إيران فوضعها مختلف، فهي لا تملك القوة النووية ولا الباليستية وتسعى للحصول عليها، بالإضافة لتمتعها بالهيمنة في منطقة الشرق الأوسط من خلال أذرعها المتمثلة بحزب الله في لبنان وتواجد قواعدها العسكرية في سوريا ودعمها للحوثيين في اليمن وقوات الحشد الشعبي في العراق، وهي المناطق الأكثر حساسية التي تشكل تهديدا على أمن إسرائيل، وهي الحليف الأقرب إلى واشنطن، ويتبعها السعودية التي تشكل قاعدة أساسية للمصالح الأمريكية في المنطقة. وتزامنا مع الانتخابات الأمريكية القريبة، يسعى الرئيس ترامب بخطى تودد تجاه كوريا الشمالية واستفزاز عسكري وعقوبات اقتصادية عنيفة تجاه إيران.
فهو من وعد في حملته الانتخابية التي تحمل شعار أمريكا أولاً وأدان الاتفاق النووي الإيراني قبل توليه الرئاسة. فما هي انعكاسات هذا التقارب الأمريكي كوري على الانتخابات الأمريكية ومصير الرئيس ترامب وتزويد كوريا الشمالية إيران بالصواريخ والسلاح وآلية التعاون الإيراني كوري في البرنامج النووي والباليستي؟ حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن سيد روعي يلكن. مرحبا بك معنا سيد روعي. وعبر سكايب من نيويورك انضم إلينا دكتور نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا دكتور نصير. سيد روعي دعني أبدأ معك هنا في الاستوديو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة مفاجئة، أول رئيس أمريكي يخطو المنطقة منزوعة السلاح ما بين كوريا الشمالية والجنوبية، ولكن التساؤل الأكبر عن مدى تأثير هذه الخطوة وتأثير العلاقة الكورية الشمالية بالإدارة الحالية على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تسوية الملف الإيراني. لماذا تختلف هنا السياسة الأمريكية برأيك؟ هذه خطوة أولى وهامة، هذه الزيارة، والأهم الطريقة التي تمت بها هذه العلاقة الودية. بدأت بتغريدة من الرئيس ترامب ورد عليه كيم والتقيا الرجلان. لا أدري إن كانت القصة صحية، ولكن تم إخراجها بهذا الشكل الذي يبدو وديا. وهناك فرق مع الملف الإيراني، للإيرانيين لا يوجد سلاح نووي، هم في الطريق إلى هذا السلاح. لهذا يمكن تفهم السياسة الأمريكية تجاه إيران. الكوريون يمتلكون السلاح النووي، لذلك يجب أن تكون حذرا معهم. ضد إيران هناك مجموعات ضغط كثيرة تعمل في الولايات المتحدة، ولكن لا توجد مجموعات ضغط ضد كوريا الشمالية في الولايات المتحدة. هذا أيضا سبب يفسر هذه الخطوة الأمريكية وخطوة ترامب تجاه كوريا الشمالية. بالإضافة إيران تنشط في كل مختلف أنحاء الشرق الأوسط لتزعزع الاستقرار، إذا كان الأمر في سوريا وغزة واليمن. وكوريا الشمالية لا تتدخل، هي تقوم ببعض الأمور الإشكالية، ولكن ثمة فرق كبير. ومن هنا نرى الاختلاف في توجهات ترامب أمام كوريا الشمالية وأمام إيران. بالإضافة إلى العامل الصيني، شمال كوريا هي جارة للصين، الصين والولايات المتحدة في نزاع، وترامب يريد الإظهار للصين أنه لديه تأثير ونفوذ أيضا في المنطقة المجاورة للصين. نعم دكتور نصير، يعني قد يعتبر نجاحا أمريكيا لترامب إذا نجح في الاستمرار في هذه المفاوضات لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ولكن برأيك لماذا اختلف التعامل هنا بسياسة هادئة نوعا ما مع كوريا الشمالية، مفاوضات هذا اللقاء الثالث مع كيم جونغ أون؟ أما بالنسبة للملف الإيراني، عقوبات تلو العقوبات، تصعيد والتصعيد، وحتى الحديث بلهجة عسكرية مرات ومرات أخرى بلهجة الضغط الاقتصادي. الملفان مختلفان بشكل كبير، رغم أن النظامين يعتبرا مارقين من وجهة نظر أمريكية، إلا أن نظام كوريا الشمالية يمتلك الأسلحة النووية، وباستطاعته أن يهدد أمريكا وحلفاء أمريكا. فلذلك الحديث مع كوريا الشمالية هو حول نزع تدريجي أو يعني تخفيض تدريجي للأسلحة النووية. السيد ترامب كان يقول في السابق بأنه لن يمنح كوريا الشمالية أي نوع من التخفيف من العقوبات والحصار دون أن تتخلى عن أسلحتها النووية بشكل كامل. هذه الزيارة اليوم يبدو بأنها تغيير في الاستراتيجية الأمريكية، حيث أن هناك قبول مبدئي لتخفيف العقوبات بشرط أن يكون هناك يعني تجميد للتسليح النووي. فالاستراتيجية تتغير لأن السيد ترامب يعتقد بأن مطالبة كيم بنزع السلاح النووي بشكل كامل غير ممكن، ولكن ربما يكون هناك إمكانية لنزع سلاحه بشكل تدريجي، وأظن بأن هذه الاستراتيجية الأمريكية الحالية. نعم سيد روعي، أنتقل إليك من جديد. ألا يدفع هذا إدارة النظام الإيراني إلى المضي قدما في محاولات التسلح النووي؟ لأنهم يعرفون بما أن كوريا الشمالية تسلحت نوويا، أتاها ترامب من هذا الباب، هم الآن يمشون ويخطون خطوات أخرى تتعلق بالسلاح النووي وبداية الانفكاك من الاتفاق النووي. ألا يشجع ذلك النظام الإيراني على اتخاذ سياسة معينة للوصول إلى ما
وصلت إليه الأمور مع كوريا الشمالية؟ هذا الذي يحصل في الواقع، هم يهددون وبدأوا يهددون فور لقاء ترامب وكيم بإعادة تخصيب اليورانيوم، هم قاموا بذلك قبل هذا اللقاء، ولكن بلا شك هذا يدفع بهم إلى هذا الاتجاه، رغم أن الإيرانيين لم يعلنوا أبدا أنهم يتنازلون ويتخلون عن برنامجهم النووي. الولايات المتحدة يجب أن تجد المسار، مسار الحوار مع إيران. الإيرانيون يفضلون التعامل مع الأوروبيين و يفضلون الانتظار إلى العام القادم للانتخابات الأمريكية، ربما يكون رئيسا أفضل من ناحية كما كان أوباما، وإذا ما وجدوا أمامهم ترامب مجددا فقد يغيروا سياستهم. ولكن في هذه المرحلة هم لا يثقوا بترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي ورفض تعديله لترامب، هناك ادعاءاته تجاه إيران، لذلك سيصعب على الطرفين أن يجلسوا سويا لحل هذه الإشكالية. نموذج كيم وترامب حتى وإن كان فقط مشهدا ظاهرا بناء علاقة شخصية تسمح بالتناول الملفات السياسية بشكل هادئ، ربما نراها مع ترامب والإيرانيين بعد انتخاب ترامب مجددا. دكتور نصير، هل هي رسالة أمريكية واضحة للحلفاء للدول الإقليمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بادرت خير في مسألة كوريا الشمالية حتى فيما يتعلق بالصين، وكله من أجل السعي للتأثير على إيران ومحاولة حشد أكبر قدر من التحالف ضد هذا النظام؟ يعني أنا لا أقرأ الكثير من الاستراتيجية الممنهجة في الربط بين الملف الإيراني وكوريا الشمالية. ملف كوريا الشمالية متعلق بالصين، والصين تنازل لها السيد ترامب قبل أيام في قضايا هامة، في قضايا العقوبات والتعرفة الجمركية، فربما يكون هذا التساهل مع كوريا الشمالية هو رسالة، ربما يكون قد قبض ثمنها السيد ترامب بتأكيدات صينية بتراجع عن، وهناك يعني من يقول دكتور نصير بأن حل المسألة الكورية وأيضا حل المسألة الصينية كله من أجل حشد أكبر تحالف دولي ضد إيران، وكأنه رسائل للمجتمع الدولي للعالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تحل مشكلاتها والإشكالية إيران. ربما يعني لا أعتقد بأنه السيد ترامب يفكر يعني بهذا العمق والاستراتيجية، ولكن هناك جهود كبيرة لأن يكون هناك حشد دولي ضد إيران، والأوروبيون اليوم في الحقيقة يقتربون من الموقف الأمريكي بعد إعلان إيران أنها ستعود لتخصيب اليورانيوم بنسب عالية. فالسيد ترامب يحاصر إيران ويبني يعني هذا التحالف الدولي بشكل تدريجي ضدها، ولكن هناك خلافات عميقة في الحقيقة بين أمريكا وحلفائها حول استراتيجية السيد ترامب الأحادية في الضغط على إيران أو حتى على كوريا الشمالية. نعم سيد رؤي، أختم معك بهذه القضية. الانتخابات الأمريكية كما ذكرت هي على الأبواب عام 2020، هل باعتقادك بأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملفات الخارجية في النهاية تصب وتصبو لما يجري في الداخل ومحاولة الانتخاب مرة أخرى في ولاية جديدة؟ بالتأكيد، وترامب قال هذا مع كيم أنه لديه الوقت، هو يرى نفسه رئيسا لفترة ثانية. أنا لا أدري هل هذا سيحصل بسبب المعارضة القوية في الداخل، علينا أن ننتظر لنرى. سيد رؤي الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، سيد رؤي يلكن شكرا جزيلا لك، شكرا موصول لك دكتور نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. وفي المدار البرلماني، فاز وزير الأمن الأسبق عمير بيرتس بالانتخابات التمهيدية لحزب العمل ليخلف رئيس الحزب أفي جاباي. هذا وبدأت الأحزاب السياسية الإسرائيلية إجراء انتخاباتها الداخلية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي بعد شهرين. إلى ذلك لا يزال رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان يسلط الضوء على خلاف العلمانيين المتدينين في إسرائيل منتقدا التيار القومي الديني. أما بخصوص التغييرات الوزارية فقد عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دودي أمسالم وزيرا للاتصالات خلفا للوزير أيوب قرة.
حول ذلك انضم الينا في الاستوديو كالعاده الزميل الاعلامي والصحفي في اي 24 نيوز بشار صغير. بشار مرحبا بك. نبدا بالانتخابات التمهيديه لحزب العمل، عمير بيرت يفوز برئاسه هذا الحزب، ماذا يعني ذلك؟ نعم، هي ليست انتخابات برايمريز او تمهيديه او داخليه للحزب، تشكيله هذا الحزب سوف تبقى على حالها طبعا مع بعض التغييرات، خاصه وان احد اعضائها انضم الى حزب براك الجديد. نعم. سوف ناتي الى هذا بعد قليل. نبدا من الانتخابات لاختيار رئيس حزب العمل، تم اختيار عمير بيرت، استطاع التغلب على منافسيه الرئيسيين ألا وهما كل من إتسك شمولي وستاف شفير. لكن أنت تعلم في نهاية المطاف عمير بيريتس كبير في السن، له باع طويل في السياسة الإسرائيلية. نعم. تولى عدة مناصب مهمة على صعيد حزب العمل، كان رئيسا لحزب العمل، على صعيد دولة إسرائيل استلم حقيبة وزارة الأمن الإسرائيلية، وله يعود الفضل في الدفع باتجاه إنشاء منظومة القبة الحديدية. الآن يبقى هنا الامتحان الأكبر لهذا الحزب بعد أن فاز بيريتس في انتخابات الكنيسة المقبلة، خاصة وأن هذا الحزب شعبيته تراجعت إلى حد كبير، حصل على عدد ضئيل من المقاعد في الانتخابات الماضية. وعليه يقول الكثير من المحللين والمراقبين بأن حزب العمل يتوجب أن يتوحد مع أحزاب أخرى في قائمة واحدة من أجل أن يستطيع أن يجلب المزيد من المقاعد. سوف يحتاج لتوحد ربما مع الحزب الجديد الذي أنشأه الزعيم السابق للعمل إيهود باراك، خاصة وأن أحد أعضاء هذا الحزب والذي يدعى يايا بينك أو يائير بينك كان قد انضم لبراك. طبعا هناك أصوات لأن ينضموا وأن يتحالفوا مع أحزاب أخرى في الوسط واليسار مثل كحول لافان وغيرهم من أجل إنشاء كتلة قوية تستطيع التغلب على كتلة اليمين الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بانتخابات حزب العمل. أيضا هناك انتخابات رئاسية جرت لحزب ميرتس عفوا، وتم اختيار نيتسان هوروفيتس، استطاع أن تغلب على الزعيمة السابقة وهي تمار زانبرغ. طبعا هو يعتبر من هو صحفي وكان نائب سابق، وهو تجدر الإشارة إلى أنه هو المثلي الأول الذي يتزعم حزب سياسي إسرائيلي. طبعا وهنا نعود إلى نفس القضية بأن هذه الأحزاب اليسارية والتي تعتبر من اليسار واليسار الوسط يجب أن تلتئم وأن تلم شملها لتستطيع أن تشكل ما هو أشبه معسكر يسار أو يسار وسط للتغلب على اليمين. طيب بشار، انتقل الى موضوع فيكتور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتينو، من جديد يتدخل في قضيه العلمانيين والمتدينين في اسرائيل ويهاجم بشده التيار القومي الديني. كل ازمه اسرائيل بيتينو وفيكتور ليبرمان ما زالت تؤثر على مجريات الحياه السياسيه. بالضبط، وهذه هي ما تزال هي الازمه ذاتها، العلاقه بين الدين والدوله، العلاقه بين او الخلاف بين العلمانيه القوميه العلمانيه والقوميه المتدينه، وهذه ما تزال النقطة الأساسية والخلاف الأساسي الذي يجلبه فيكتور ليبرمان المرة تلو الأخرى، يجلبه إلى ساحة وإلى طاولة النقاش. هو أنت تعلم بأن مشكلته الأساسية هي في موضوع تجنيد المتدينين. نعم. يريد أن ينخرط المتدينون أكثر في السلك العسكري. طبعا هو اتهم ما تعرف بالمدارس اليهودية والتي تعد المتدينين من أجل انخراط في الجيش، يتهمها بأنها تحول هؤلاء الأفراد أو هؤلاء الجيوش إلى ميليشيا، خاصة في ظل بأن هذه المؤسسات غير مراقبة من قبل الجيش، وهو يدعو إلى أن تكون مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية. طبعا تم الرد عليه، نتنياهو رد عليه بشيء طبيعي أن يرد عليه نتنياهو، خاصة بأن حلفاؤه الطبيعيون ومن يدعموه ومن يستطيعوا أن يشكلوا معه الائتلاف هم الأحزاب المتدينة. رد عليه وفند واستنكر كل ما قاله ليبرمان، وقال بأن هؤلاء يعني سالت دمائهم كغيرهم من الجنود وغيرهم من الإسرائيليين في الحروب والمعارك المختلفة. والاستطلاعات بشار تؤكد بأن بدون فيكتور ليبرمان لا يمكن لمعسكر اليمين أن يكون حاضرا بقوة في الانتخابات القادمة، حتى لا يمكن لنتنياهو أن يشكل حكومة إن فاز الليكود مرة أخرى. وفي خضم الأنباء التي تتحدث عن قوة معسكر اليسار، الاستطلاعات التي قالت بأنه قد يتفوق في الانتخابات القادمة. هنا نعود إلى قضية إلى أي مدى يمكن أن نعول على صحة وعلى دقة هذه الاستطلاعات. الاستطلاع الأخير أجري على فقط 700 شخص برأي المحللين والمراقبين لا يمكن أن يعكس بالنهاية آراء الملايين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا توجد دراسات، توجد أفكار أخرى تعتقد بأنه ربما يستطيع لكن بصعوبة أن يشكل كتلة يمينية بدون إسرائيل بيتينو الذي يتزعمه إسرائيل بيتنا. ولذلك
إن انتبهت في الآونة الأخيرة يحاول نتنياهو أن يسعى لتقوية جميع هذه التيارات اليمينية، يسعى بأن يجلب وأن يضم المزيد من الأحزاب أو الشخصيات في الأحزاب اليمينية إلى حزبه الليكود، وأن يتخلص من هذه التجرذمات الكثيرة في أحزاب اليمين من أجل أن يصنع إن صح التعبير حزب ليكود كبير وأحزاب يمينية أكبر تلم المزيد من الأصوات. نعم، وهنا ننتقل إلى التغييرات الوزارية. بشار، من جديد تغيير جديد يتعلق بوزير الاتصالات أيوب قرة الذي خلف منصبه السيد دودي أمسالم. بالضبط نتنياهو، نتنياهو تم أو عين دودي أمسالم وزيرا للاتصالات، وذلك خلفا لأيوب قرة الوزير السابق والليكودي العضو في حزب الليكود. كما تفضلت، من المعروف بأن دودي أمسالم كان قد تسلم عدة مناصب من رئيس الائتلاف الحاكم، وأيضا عمل رئيسا للجنة الداخلية وحماية البيئة، وعمل في بلدية القدس. وهنا القضية هي لا تتركز على دودي أمسالم بقدر ما هي تتركز وتعيد الأضواء إلى أيوب قرة. نحن لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف أبدى قرة غضبه. كما تعلم هو من الشخصيات التي عرفت بدعمها المطلق وتقريبا غير المشكوك فيه، وكان بدون أي نقاش يتبع ويدعم نتنياهو، إلى أنه يشعر بأنه وكأنه طعن في الظهر، خاصة وأن نتنياهو لم يعطيه في قائمة الليكود والتي سوف تخوض الانتخابات القادمة، لم يعطيه مقعد أو مكان ملائم في هذه القائمة على خلاف ما كان يتوقع. وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه كان مرشح لأن يصبح سفيرا لإسرائيل في مصر، إلا أنه أعلن استقالته احتجاجا على طريقة التعامل معه، وبالتالي سحب ترشحه من أن يكون سفيرا لإسرائيل في مصر. بشار صغير، الزميل الإعلامي والصحفي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك. وفي المدار الثقافي، فيلم المستوطنة من إنتاج إسرائيلي للمخرجة إيريز زكي، والتي تتحدث عن مجريات في محيط المستوطنات بالضفة الغربية. المخرجة زكي هي مخرجة أفلام وثائقية دولية حازت على جوائز عديدة، تخصصت خلال دراستها في لندن إجراء مقابلات بطريقة فريدة تدعى طريقة الكاميرا اليتيمة، التي طورتها من خلال أفلامها. حول ذلك انضم إلينا كالعادة الزميل الإعلامي والصحفي في آي 24 نيوز كايد أبو الطيف. كايد، مرحبا بك. من تل أبيب إلى المستوطنات، من اليسار إلى اليمين، هل جسد هذا الفيلم المخرج إيريز هذه القضية، قضية اليسار واليمين في إسرائيل؟ صحيح، يعني إيريز زكي في هذا الفيلم دائما تتساءل حول مدى يعني السؤال حول اليمين واليسار، وأيضا المستوطنون داخل المستوطنة القريبة من بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، كل الوقت يعني يتحدثون عن هذه الحيثية، أن عندما نتحدث عن تل أبيب وكأنها مدينة الحريات، يعني لا ننسى أن تل أبيب هي يعني مقر وزارة الأمن الإسرائيلية موجودة في تل أبيب. صحيح أنها يعني كل الوقت تتغنى بالحريات، لكن ما المهم في تل أبيب أنها يعني المنطق هو منطق اقتصادي، لذلك نجد تلك الحريات التي لا نجدها خارج الخط الأخضر في المستوطنة سقوع حيث تصور فيلمها. في الفيلم في البداية الكل يقول أنها يعني لا تقتربوا من هذه المخرجة التي تأتي من تل أبيب، لربما تأتي بأفكار يسارية، وهذا اليسارية وهذا الانفتاح في تفكيرها لا يتوائم وطبيعة الشباب والصبايا التي تقوم بإجراء المقابلات معهم. هم المستوطنون يتحدثون أنهم يعيشون، صحيح أن هذا يعني عدم الاستقرار
كل الوقت هناك عدم استقرار يعني نشعر به من خلال مجريات الفيلم. المستوطنات والمستوطنون داخل الفيلم كل الوقت يتحدثون عن كل التجاذبات وكل الاحتجاجات القريبة منهم، يعني خاصة في أيام الجمعة والسبت المظاهرات للفلسطينيين الذين يقومون بالمظاهرات قريبا منهم، وكيف ذلك يعود على المستوطنة، خاصة وأنهم يعني من يعمل من يقوم بالأعمال الشاقة داخل المستوطنة هم عمال فلسطينيون يدخلون، وكل الوقت الخوف أو الاقتراب من الآخر يعني، والمكان هو مكان داخل محيط فلسطيني عربي، ولكن كل الوقت هذه التجاذبات هي التي تأتي على عدم الاستقرار الذي يعني نشاهده من خلال الشخصيات وأيضا من خلال الكاميرا. خلال هذا الفيلم هناك ثلاث كاميرات التي تصور المحيط المستوطنة، وهي مستوطنة يعني جديدة فقط 40 عاما تم يعني تأسيسها، لكن كل الوقت هناك شعور بعدم استقرار بعدم راحة، لأن المكان الذي هم متواجدون فيه القريب من بيت لحم كل الوقت هناك الخوف من العالم الخارجي والجدران التي تحيط بهذه المستوطنة، البوابات التي تغلق على هذه المستوطنة لا يعني تأتي بالشعور بالطمأنينة التي هي تبحث عنه. نعم. ربما قبل ذلك نشاهد بعض المقاطع من هذا الفيلم. نعم فلنشاهد. כל כך חשוב לבוא לפה ולהגיד לכולם אני שמאלנית. שואלים אותי על מה הסרט, בעיניי זה סרט השמאלנית שעברת לגור בהתנחלות. אם אתה עובר יום יום בשער ורואה 200 פועלים פלסטינים בשער, אז בפעם ה-30 אתה כבר נהיה אדיש לזה. אין לי אמפתיה לצד השני. למה? זה לא יכול להיות שהערבים חיים כאן כאילו שזה אדמה שלהם, ואנחנו כאילו חיים בפחד. אם זה שלנו, אז זה שלנו. طيب هذا بعض المقاطع. كايد زكي ماذا يحمل هذا الاسم في طياته؟ هو اسم عربي فيه. هذا في اسم عربي، هي يعني لم تخفي هذا الأمر منذ البداية، قالت إنه يعني هي ولدت أتت من عائلة هاجرت من مصر، جدتها هي سعاد زكي وهي مغنية يهودية التي اشتهرت وكانت يعني شاركت في العديد من الأفلام المصرية السينمائية حتى أحداث عام 48 وهجرتهم. جدها محمد أيضا كان عازف موسيقي، وهذا الفيلم الجديد التي تقوم بالعمل عليه. كل الوقت قالت أنها حاولت أن تخفي الهوية العربية التي والخلفية العربية الشرقية التي قدمت منها، لكن قالت أن هذا مصدر فخرها، هذا مصدر القوة الذي تحاول يعني حاولت كل الوقت أن تخفيه، لكن مصدر قوتها هي عائلتها المسلمة واليهودية. وأيضا في هذا الفيلم يعني تتحدث، أنا وجدنا في هذا الفيلم أنهم يحاولون أن من خلال اليوغا ومن خلال القبل ومن خلال الحياة السلام، لكن كل هذا الشعور بالسلام والوئام الداخلي والسلام الداخلي الذي يتحدثون عنه من خلال ممارسة اليوغا هو في منطقة جدا متشابكة، منطقة جدا حساسة، وقالت أنه يجب علينا أن نضع الأمور على نصابها. كايد أبو الطيف الزميل الإعلامي والصحفي في 24 نيوز، شكرا جزيلا لك. شكرا. وفي شخصية الأسبوع، بعد أنباء هروبها ولجوئها إلى دولة أوروبية، تحدث الأسبوع عن أميرة البلاط الملكي الأردني زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، شخصية تعلمت في مدارس أجنبية وجامعات وشاركت في مسابقات كبيرة للفروسية، شقيقة العاهل الأردني وزوجة حاكم دبي الأميرة هيا بنت الحسين في شخصية الأسبوع. We'll be right back.
حول ذلك انضم إلينا الزميل الإعلامي والصحفي 24 نيوز عمر ربيع. عمر مرحبا بك. أين هي هذه الأميرة؟ أكيد لا أحد يعلم، ولكن من هي؟ من هي الأميرة هيا؟ واو. إذن الأميرة هيا ولدت في العام 1974 في الأردن، وهي بنت البكر للملكة علياء، وهي الملكة من أصول فلسطينية، زوجة الملك الراحل الحسين بن طلال. إذن في قضت يعني طفولة مريرة جدا، على الرغم من أنها من عائلة ملكية، ولكن يعني طفولتها كانت سوداوية للغاية بسبب وفاة والدتها الملكة علياء بتحطم طائرة وهي في سن الثالثة فقط. نعم. وهي تحدثت عن تلك الطفولة وقالت إنها عاشت في يعني بإنعزالية معينة، ولم تكن يعني تختلط بالآخرين، وكانت يعني حزينة جدا 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 على فقدان أمها في هذا السن المبكر. ولكن والدها الملك حسين أهداها خيل، أهداها حصان، وقال لها اعتني به لعله يعني يفرج عن كربك القليل. ومنذ ذلك الوقت فعلا يعني استمرت حياتها مع الخيل والفروسية، حتى مثلت بلادها في العديد من المحافل الدولية، بل وترأست الاتحاد الدولي للفروسية. طبعا على هذا على الصعيد الشخصي، ولكن على الصعيد التعليمي الحديث يدور عن مهند، عن امرأة قوية جدا من ناحية تعليمية، مثقفة، يعني لها العديد من المعلومات، يعني إن كان ذلك على عدة أصعدة. وهي تتلمذت في البداية في المدارس الابتدائية في الأردن، و خرجت من المملكة الهاشمية في جيل 11 إلى بريطانيا أجنبية. صحيح. نعم. إلى إنجلترا، وهناك تتلمذت يعني في كبريات المدارس، وتلقت التعليم القوي جدا، إن كان ذلك في التاريخ، وإن كان ذلك في العلوم السياسية واللغة الإنجليزية، ومن ثم درست في جامعة أكسفورد، وهي الجامعة العريقة في إنجلترا، والتي تخرج وتهيئ الجيل القادم من السياسيين، هكذا يتم النظر إلى هذه الجامعة. فالأميرة هي تعتبر شخصية بارزة في العائلة الملكة الأردنية. نعم. ولربما كانت من أبرز الوجوه أو الشخصيات يعني النسائية في العالم العربي. تاريخ نفصل إلى ربما عمر عام 2004 عندما تزوجت بالشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي الحالي. بعد أعوام دور الحديث عن هروبها في نهاية الأمر، ولكن هذا العام كان مفصليا بالنسبة لها. بالطبع منذ تزوجها بالأمير بالشيخ بن راشد، بالمناسبة هي لديها ولد وبنت. نعم. البنت هي الجليلة والصبي يدعى راشد. وطبعا الأميرة هي كان معروف عنها أنها بنشاطاتها الإنسانية، بنشاطاتها الخيرية، لديها العديد من الجمعيات الخيرية التي تقدم عبرها المساعدات يعني مختلف المضطهدين حول العالم، حتى أن الأمم المتحدة اختارتها كسفيرة للنوايا الحسنة في عدة مناسبات. وأيضا إلى جانب ذلك هي كانت نشيطة جدا وفعال على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. كانت ترافق زوجها في المحافل الدولية، وكانت واجهة إن صح التعبير مع محمد بن راشد. ولكن هذا الأمر تراجع نوعا ما منذ بداية العام الحالي، حيث أغلقت حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن هذه الصفحات كان لها العديد من المتابعين من العالم العربي ومن العالم يعني بشكل عام. وهذه يعني تعتبر يعني الأمر المفصلي أيضا في حياتها. نعم. لأن امرأة يعني متعودة على طابع هو يعني أكثر حر وأكثر منفتح أن تغلق حساباتها، وهنا الحديث يدور عن أن هذا هو السبب لهروبها. نعم. امرأة من الضباط الملكي الأردني أيضا السيد عمر ربيع الإعلامي والصحفي، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نهاية المدار، إلى اللقاء.